طبت أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم. نشرة أخبار التاسعة من تلفزيون فلسطين وهذه أبرز عناوين. قمة فلسطينية سعودية في الرياض الثلاثاء المقبل. السيد الرئيس يستقبل لاعبي المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم ويشيد بمواقف السعودية داعمة للقضية الفلسطينية. الاحتلال يخطط لبناء 250 وحدة استيطانية ويستولي على عشرات الدنومات في بيت لحم. وفي التاسعة هذا المساء انتهاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التونسية ونتائج غدا. كانت هذه العناوين وبداية النشر مع زميل مالك. مساء الخير. شكرا جزيلا. مساء النور. من المقرر أن تعقد قمة ثنائية بين السيد الرئيس محمود عباس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في الرياض، وذلك الثلاثاء المقبل خلال الزيارة الرسمية لسيادته للمملكة العربية السعودية تستمر يومين. وقال سفير فلسطين لدى السعودية بسام الأغا لإذاعة صوت فلسطين إن الزيارة ستبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية القادمة. في مقر الرئاسة برام الله استقبل السيد الرئيس محمود عباس لاعبي المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم. وعبر سيادته عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي إلى فلسطين، مؤكدا أنه يجسد العلاقة التاريخية بين فلسطين والمملكة العربية السعودية. وشدد السيد الرئيس على أن قدوم المنتخب السعودي يسعد شعبنا وأنه مهم كذلك، ومهما كانت النتيجة في اللقاء فلا يوجد خاسر بين المنتخبين الشقيقين. وكان سيادته أشاد خلال استقباله بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم
أشاد بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية. وأكد السيد الرئيس أن الرابطة التاريخية والدينية الإسلامية بين البلدين ليس جديدا، مؤكدا على العلاقات التاريخية مع المملكة منذ نشأة القضية الفلسطينية والمواقف السعودية الثابتة منذ الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن قضية فلسطين في قلب كل سعودي. وأهدى رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل السيد الرئيس الزي الرسمية للمنتخب السعودي الأول. احنا والمملكة علاقاتنا تاريخية، وأقول تاريخية فعلا، منذ أن نشأت القضية الفلسطينية في عام 1948 ونحن نسمع نفس الكلام الذي سمعناه من المرحوم عبد العزيز إلى سلمان ومحمد بن سلمان، إنه القضية الفلسطينية في قلب كل سعودي، وعمرنا ما شعرنا إطلاقا بأنه نحن طرفين. دائما وأبدا يقولون لنا ما تريدونه نحن معكم، ما تقررونه نحن معكم، ما تحتاجونه لا تسألوا. والله في كثير من الأمور إنه عمرنا ما كنا نطلب، ما نطلب مساعدات، نشعر هم يشعروا إنه إحنا بحاجة فتأتي التلبية رأسا. هذه الزيارة زيارة نفتخر فيها ونعتز فيها، ونشعر إنه يعني تجسد أكثر فأكثر العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وبين فلسطين. ومثل ما قلت لكم، ما نسمعه من أو ما سمعناه من المرحوم عبد العزيز نسمعه الآن من محمد بن سلمان طبعا، ومن سلمان، ومن قبله عبد الله، ومن قبله فهد، ومن قبله خالد، ومن قبله ومن قبله. وليس هذا فقط، والشعب السعودي أيضا عندما يعني نعرف ما هو موقف الشعب السعودي إلى يومنا هذا، الشعب السعودي سباق كحكومته وكأمرائه للقضية الفلسطينية. احنا كثير اليوم بنحب بكم وبنشعر بسعادة غامرة انه انتم على ارضكم. صحيح هي القضية قضية كرة قدم، وهي كثير كويسة يعني، ومجيئكم يسعد الشعب الفلسطيني، وأظن شفتوا في التلفزيون وفي الناس قديش سعيدة بأنه تراكم في فلسطين. فميت مرحبا. نعتذر عن التأخير، نعتذر عن بعض العقبات التي صارت، هذه نعانيها نحن يوميا، ولكن أظن أنه يعني بتمروا عليها هاي، لأنه هاي قضية بسيطة. إنما المهم أنه أنتوا الآن في أرض فلسطين وعلى أرض فلسطين وبين إخوانكم وأهلكم، وأهلا وسهلا فيكم. بدوره جدد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل التأكيد على موقف المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بأن فلسطين قضية المملكة الأولى، مؤكدا أن هذه الزيارة تاريخية. اسمح لي فخامة الرئيس أن أبدأ بمقولة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان التي كان يرددها دائما وأبدا، وهي قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى. وهذا بالفعل أمر إحنا كمواطنين سعوديين نستشعر فيه من طفولتنا. الحدث اليوم حدث تاريخي جدا، احنا سعداء جدا، وانا فخور حقيقه اني اكون يمكن اول رئيس اتحاد كره قدم، او قد اكون اول مسؤول رسمي رياضي يتشرف بدخول اراضي فلسطينيه، فلسطين العز، فلسطين الشرف، فلسطين الشهامه، فلسطين الفخر لكل عربي. احنا سعداء جدا فخامتك حقيقة، يعني كل الشكر والتقدير على اهتمامك الشخصي وعلى دعوتك. وإحنا الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه كان أيضا قضية كبيرة جدا له موضوع فلسطين رياضيا،
لما عمل ما عمله من دعم للقضية، وإحنا كنا أسعد الناس لما بدأ المنتخب الفلسطيني يحتضن مبارياته في ملعب الشهيد فيصل الحسيني، وإحنا حريصين جدا على مصالح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومنتخب فلسطين، وإن شاء الله بإذن الله نوعدك فخامة الرئيس أن نقدم مباراة كرنفال رياضي شعبي. إحنا لمسنا ووجدنا الاحتفاء قبل ما نوصل، وصدقني فخامة الرئيس ليست مجاملة، من أول ما دخلنا أنا وزملائي يعني غمرنا شعور غريب سبحان الله، يعني شعور يعني يمكن ما عمرنا حسينا فيه، وسعيدين جدا. وأنا أعتقد أن هذه فعلا زيارة تاريخية بكل ما تعني الكلمة، ودائما نتطلع للتعاون يعني بما يخدم أي أمر، خاصة الإخوان في الاتحاد الفلسطيني اللي اليوم ما شاء الله يقدموا مستويات فنية عالية. احنا أنا شاهدتهم بنفسي في أستراليا في كأس آسيا لأول مرة يلعبوا النهائيات، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وإحنا سعداء جدا بوجودنا في أرض فلسطين، أولى القبلتين، ثالث الحرمين الشريفين. وعدنا سعادة اللواء إن شاء الله يرتبنا أيضا زيارة للمسجد الأقصى، وهذا حيكون أيضا شرف كبير. أنا سعيد جدا فخامتك باستقبالك، استقبالك فخر كبير لنا، ونتمنى إن شاء الله دائما نكون على أعلى مستويات الحب والوفاق بإذن الله. شكرا فخامتك. هذا وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت إلى فلسطين، حيث كان في استقبالها عدد من الشخصيات الرسمية ولفيف من أبناء شعبنا، وذلك قبل يومين على لقائه المنتخب الوطني ضمن تصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم. التفاصيل مع خالد مطابع. في أجواء ملؤها السعادة والفرح أثلجت صدور أبناء شعبنا بقدومهم، وصلت بعثة منتخب المملكة العربية السعودية إلى أرض الرباط على الرحب والسعة، تمهيدا لإقامة مباراة مع منتخبنا الفدائي الثلاثاء المقبل على استاد فيصل الحسيني ببلدة الرام ضمن التصفيات المزدوجة لكأس آسيا في الصين 2023 وكأس العالم في قطر 2022. البعثة الإدارية والفنية للمنتخب السعودي استهلت جولتها التاريخية بزيارة إلى مقر الرئاسة بمدينة رام الله ولقاء السيد الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة، قبل أن يعقد رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني والسعودي مؤتمرا صحفيا أكد خلاله على عمق أواصر الأخوة والمحبة بين البلدين الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وأهمية الأنشطة الرياضية وترسيخ ثقافتها بين قطاعات الشباب. اليوم السعودية وفلسطين يعني أعتقد أمر يمكن يعجز الواحد أنه يعبر عن المفردات. إحنا من طفولتنا ونحن نعرف ونعشق فلسطين ونتمنى ونحلم بزيارة فلسطين، فالحمد لله أنا أعتقد أني اليوم محظوظ جدا بأني أول رئيس اتحاد سعودي، بل قد أكون أول مسؤول سعودي رسمي يحضر أو يصل أو يدخل الأراضي الفلسطينية. يعني عندنا شعور بالفخر والاعتزاز والفرح الكبير حقيقة. اليوم احنا رياضيا احنا واخواننا واهلنا في السعودية نجسد احد تجليات هذه الرؤية الاستراتيجية التاريخية عند المملكة اللي تورثوها اب عن جد كشفرة جينية عندهم، احنا نجسدها في هذا الجهد اللي كان شاق. الإرادة السياسية كانت جريئة، والرغبة الرياضية السعودية أيضا كانت صادقة ولبت ونفذت هاي الإرادة السياسية في هذا الزحف اليوم على فلسطين على القدس. فيما استقبلت محافظة رام الله والبيري ليلى غنام ولفيف من الشخصيات الرسمية والأهلية لاعبي المنتخب السعودي حال وصولهم، وسط ترحيب كبير بوجودهم بين أهلهم في زيارتهم التاريخية التي تعد الأولى من نوعها للمنتخب السعودي الأخضر الذي حقق نجاحات خلال مسيرته الرياضية في كثير من البطولات والدوريات على مستوى القارة الآسيوية والدولية.
اليوم حدث تاريخي فلسطيني، بنستقبل في ملعبنا البيتي الفريق السعودي اللي بنتمنى انه ياتوا مبسوطين ويخرجوا مبسوطين ويكونوا سفراء لقضيتنا، ان على هذه الارض ما يستحق الحياه، ان رغم الالم اللي موجود في فلسطين ولكن هناك امل دائما وهناك شعب يستحق الحياه. رسالتنا اليوم كما دائما قالها السيد الرئيس، زياره السجين لا تعني التطبيع مع السجان، ومن ارادوا ان يضعونا في عزله يجب فك هذه العزله عن شعبنا وعن ارضنا، بنتمنى الكل يزورنا. زحف المنتخب السعودي إلى الأراضي الفلسطينية بإعاز ومباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، لا شك أنها زيارة تشكل حدثا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الفلسطينية، كيف لا وهي الزيارة الأولى للمنتخب السعودي، وسياسيا هي تتويج لجهد سياسي راسخ من قبل المملكة العربية السعودية منذ بداية قضيتنا وانطلاقة ثورتنا. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. عز السيد الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بضحايا إعصار هاجابيس الذي ضرب مناطق واسعة في اليابان وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وعبر سيادته في برقية التعزية عن أحر تعازيه وتأثره بسقوط العديد من الضحايا من أبناء الشعب الياباني الصديق، كما تمنى سيادته الشفاء العاجل للمصابين ولليابان كل خير وازدهار، مؤكدا تعاطفه وتضامنه مع اليابان بهذا المصاب. وكان 26 شخصا على الأقل قتلوا في اليابان جراء إعصار هاجابيس الذي ضرب البلاد وجلب معه أمطارا غزيرة غير مسبوقة. التفاصيل مع زاهدة بدر. إعصار هاجابيس الذي وصل اليابان على بعد 300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو مر من وسطها وضرب 6 محافظات أخرى مخلفا وبحسب الحصيلة الأولية أكثر من 25 قتيلا إضافة إلى 15 مفقودا وعدد من المصابين وأضرارا مادية كبيرة ودمارا بدأت تتضح معالمه بعيد 12 ساعة عايشها سكان طوكيو في هذا الإعصار الذي لم يشهدوا مثله منذ نحو 60 عاما في تاريخ البلاد. هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أفادت بأن الإعصار أصاب طوكيو بالشلل لفترة وجيزة متسببا في فيضان أنهار وانقطاع الكهرباء عن نحو نصف مليون منزل، مضيفة أن السلطات ألغت التحذيرات من الأمطار والفيضانات في منطقة كانتو بعد أن هدأت طوكيو قبل الفجر مع اتجاه الإعصار هاجابيس نحو الساحل الشمالي الشرقي لليابان. وفي الإطار ذاته ذكرت الحكومة اليابانية أنها أرسلت نحو 27 ألفا من قوات الدفاع الذاتي وعمال الإطفاء والشرطة وخفر السواحل لإنقاذ العالقين في مقاطعة نيغانو بوسط البلاد، لافتة إلى أن الكهرباء انقطعت عن نحو 425 ألف منزل، مما أثار المخاوف من تكرار انقطاع للكهرباء دام لأسابيع بعد إعصار آخر اجتاح شرق طوكيو الشهر الماضي. زاهدة بدر، تلفزيون فلسطين. نبقى في الشأن الرئاسي، حيث هنأ السيد الرئيس محمود عباس رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أبي أحمد لمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام. وأتمنى السيد الرئيس في برقية التهنئة التوفيق والنجاح لرئيس الوزراء ولبلده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار، مثمنا هذا التكريم لدور أحمد المهم ولجهوده الصادقة على الصعود الدينية والوطنية والإنسانية كافة من أجل الوحدة والتضامن والتعايش وخدمة قضايا الحق والعدل والسلام في العالم. وفي الشأن الحكومي، استقبل رئيس الوزراء دكتور محمد إشتية في مكتبه برام الله وفدا من بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس على رأسه الأب عطلة مخولي راعي الكنيسة الأرثوذكسية في كفر ياسيف. وبحث إشتية مع الوفد إمكانيات تضافر الجهود بين رجال الدين والفعاليات العربية وكل الحريصين من أهلنا في الداخل لمحاربة ظاهرة العنف التي تعصف بأبناء شعبنا في المدن والبلدات والقرى بالأراضي العام 48، معتبرا أنها ظاهرة مقلقة وتستهدف ضرب النسيج المجتمعي لأهلنا هناك. وأشار إشتية إلى ضرورة تعزيز التواصل بين كافة أبناء شعبنا ومؤسساته أينما تواجدوا، معربا عن فخره واعتزازه بالتسامح والتعايش والمحبة بين أبناء شعبنا بكل أطيافه واتجاهاته،
من جانبه نقل الوفد تحيات المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس لرئيس الوزراء، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتواصل. رفضت الحكومة تهديدات الإسرائيلية ردا على قرارها بوقف استيراد العجول من إسرائيل، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، مؤكدة تمسكها بحقها في تنويع مصادر استيرادها وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي. نتابع التفاصيل. حالة من التخبط في الساحة الإسرائيلية بعد قرار الحكومة الفلسطينية وقف استيراد العجول. إسرائيل وفي سبيل إجهاض ذلك القرار هددت بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية إذا ما استمر القرار. ذلك التهديد جاء في أعقاب تنظيم أصحاب مزارع العجول والمواشي الإسرائيليين احتجاجا أمام الكنيست على القرار، لما سيترتب عليه من خسائر اقتصادية كبيرة تعود عليهم. محاولة الاحتلال التضييق على قرارات الحكومة بذلك التهديد هو ابتزاز واضح لم يلقى إلا الرفض من الحكومة الفلسطينية التي اعتبرته استمرارا لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف. وقف استيراد العجول من إسرائيل قرار جاء ضمن خطة الحكومة الاستراتيجية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وتقليل الاعتماد عليه، فقد أكدت الحكومة حقها في التمسك بتنويع مصادر الاستيراد وأنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمنتجات العربية محل المنتجات الإسرائيلية، وهو حق تكفله لها اتفاقية باريس الاقتصادية. وفي أيلول الماضي أعلنت الحكومة الفلسطينية وقف استيراد عدد من السلع من إسرائيل بشكل كامل ونهائي، سبقه قرار بوقف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية، الأمر الذي لقي احتجاجا من إدارة مستشفى هداسة، إلا أن الحكومة آنذاك أكدت وتؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلا عن تلك المقدمة من المشافي الإسرائيلية. هدير شوامرة، تلفزيون فلسطين. في موضوع آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم بلاده لأي مقترح لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وفي لقاء قال خلاله بوتين لقناته العربية قبيل زيارته المرتقبة للسعودية أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يشكل مفتاحا لحل الكثير من مشاكل المنطقة. وفيما يتعلق بصفقة القرن قال بوتين أنها لا تزال مبهمة، فالإدارة الأمريكية لم تنشر تفاصيل تلك الصفقة. أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية خلال اجتماع عقد في مقر اللجنة بمدينة البيرة، أطلعهم على فحوى لقائه مع السيد الرئيس محمود عباس المتضمن توجه سيادته لإجراء انتخابات عامة تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية، وتكليفه لرئيس اللجنة بمواصلة اللقاءات مع ممثلي فصائل العمل الوطني. وقال ناصر إن هذه الاجتماعات تأتي في إطار دور اللجنة في تهيئة البيئة المواتية وتعزيز مشاركة جميع الفصائل والأحزاب السياسية في الانتخابات والاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات، مؤكدا أنها خطوات مهمة لإنجاح العملية الديمقراطية ولضمان أوسع مشاركة فيها، مؤكدا جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء هذه الانتخابات. من جهتهم أكد الحضور أن الانتخابات حق دستوري وأنها انتخابات مستحقة لتجديد النظام السياسي، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لضمان إجرائها وإيجاد التوافق المطلوب لإنجاحها. إلى القدس المحتلة، حيث دانت الهيئات الإسلامية تصريحات وزير الاحتلال أردان المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك، محذرة من هذه التصريحات غير المسؤولة التي تسوق المنطقة والعالم بأسره نحو حتمية صراع ديني لا نتمناه. يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى عشية عيد العرش اليهودي. دانا أبو شمسية والتفاصيل. سجن كبير
هكذا تتحول العاصمة المحتلة خلال الأعياد اليهودية التي يستغلها الاحتلال لتمرير رسائل سياسية والسماح لمستوطنيه بتنفيذ اقتحامات لباحات المسجد الأقصى، تزامنا مع دعوات ما تسمى جماعات الهيكل المزعوم لتكثيف اقتحاماتهم خلال عيد العرش اليهودي. في كل عام دائما إسرائيل تتحجج تحت هذه الذرائع، بل بالعكس تقوم بالسيطرة والاستيطان على بعض المدن. هذا يعني أن هذه الأعياد تقوم بقضيتين أساسيتين، الأولى الاستيطان وثانيا السيطرة الزماني والمكاني على مدينة القدس، بحيث تكون في هناك دعوات من قبل أحزاب يمينية صهيونية إسرائيلية للدخول إلى المسجد الأقصى بهدف توطين المستوطنين وبهدف التقسيم الزماني والمكاني. الاحتلال يتخذ من أعياده ذريعة لتضييق الخناق على المقدسيين، حيث يحتجز هوياتهم عند أبواب المسجد الأقصى ويلاحقهم في باحاته ومرافقه ويعتقل عددا منهم. والأعياد التي تقلب القدس ثكنة عسكرية، تقلب المسجد الأقصى إلى سجن كبير، أيضا تشدد على المسلمين في حجز الهويات، مضايقة حتى الموظفين في داخل المسجد الأقصى المبارك، ناهيك أيضا عن الجولات الاستفزازية التي يقوم بها هؤلاء المتطرفون بحماية الشرطة الإسرائيلية. دائرة الأوقاف ومجلس الأوقاف يدعو كل المسلمين للقدوم و شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك من أجل الصلاة فيه ومن أجل تعزيز إسلاميته وعروبته في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال. هذه الاعتداءات تزامنت مع تصريحات ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان التي دعا فيها إلى السماح للمستوطنين بتأدية صلوات حتى لو كانت فردية داخل المسجد الأقصى، وهو ما لاقى استنكارا واسعا. فتيل شعلة المنطقة كان ولا يزال باستمرار استهدافه من قبل قطعان المستوطنين الآخذين الضوء الأخضر من كبار ساسة الاحتلال الراغبين بتغيير الوضع التاريخي القائم وجعله حرما إبراهيميا جديدا بتقسيمه مكانيا وزمانيا من باب الأصباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة. دانا أبو شمسية، تلفزيون فلسطين. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من القدس راسم عبيدات، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس. أهلا بك ضيفنا الكريم إلى نشرة التاسعة. ليست التصريحات الأولى لأردان الليكودي اليميني المتطرف بخصوص السماح للمستوطنين بالصلاة في المسجد الأقصى، وخاصة أن موضوع الاقتحامات وخاصة في الأعياد اليهودية أصبح ظاهرة تثير القلق واستفزاز المسلمين في مدينة القدس. كيف تقرأ التصريحات وكيف تتابع أيضا تواجد المستوطنين واقتحامهم بشكل دائم خلال الأعياد اليهودية؟ نعم، واضح أن المستوى السياسي بالتعاون مع الجمعيات التلمودية والتوراتية أخذوا قرارات خطيرة باتجاه المسجد الأقصى. نحن الآن في الأعياد اليهودية أمام ما يسمى بتسونامي في عمليات الاقتحامات للمسجد الأقصى، والمترافقة مع تزايد التصريحات الإعلامية وأيضا عمليات التحريض المتطرفة والعنصرية ضد المسجد الأقصى. وأردان ليس بالجديد في تصريحاته فيما يتعلق ليس فقط بالسماح لقطعان المستوطنين المنفلتة من عقالها بعملية الاقتحام للمسجد الأقصى وأداء الصلوات والشعائر التلمودية في ساحات المسجد الأقصى. التطور الخطير أنه يقول بأنه حان الوقت لكي يؤدوا تلك الصلوات والشعائر التلمودية بشكل علني في المسجد الأقصى، وهذا يحمل مضامين ومعاني خطيرة، بمعنى أنه قد يقدمون في المستقبل القريب على في فترة الأعياد اليهودية أن يتم إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين أصحاب الحق الشرعي الحصري الوحيد في المسجد الأقصى، بمنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى في فترات الأعياد اليهودية، بالإضافة إلى علنية أداء الشعائر التلمودية والتوراتية للجماعات المستوطنين. وربما كذلك هم سيسعون إلى إغلاق مصلى باب الرحمة. والتطور الأخطر في هذا الاتجاه أنهم يسعون إلى فرض استهداف المسجد الأقصى من بوابة الوضع التاريخي والديني بوضع يسمح فيه بأداء المستوطنين لصلواتهم التلمودية والتوراتية بشكل علني في المسجد الأقصى. إذن نحن أمام تلك التطورات والتصريحات العنصرية من قبل المستوى السياسي.
ندرك نعم أستاذ راسم، عندما نرى هذه التصريحات العنصرية نتابع من خلال الإحصاءات لدخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى على مدار السنوات الماضية، مثلا عام 2015 كان هنالك 10,000 مستوطن دخلوا الأقصى، حتى 2018 تصاعد الرقم إلى 35,000 وربما هذا العام يزداد الضعف. إذن هنالك تحضير ربما سنة بعد سنة من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي ليصلوا كما قالوا لمستوى معين من عدد المستوطنين ليفتحوا الأقصى أمامهم بشكل علني وكامل. كيف تقرأ هذا أو هذه السياسة الإسرائيلية المتواصلة؟ نعم، هذه السياسة الإسرائيلية وبالتحديد من قبل ليس فقط من جماعات التلمودية والتوراتية المتطرفة، من قبل اليمين واليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية. نحن الآن أمام مجتمع متطرف وحكومة متطرفة، ولذلك هذه السياسة هي في ظل هذه المعطيات التي ذكرتها بتضاعف أعداد عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى، وفي ظل لجوء الجمعيات التلمودية إلى اختيار فنان من أجل تصميم ما يسمى بالهيكل المزعوم في داخل أسوار المسجد الأقصى، خالي من مآذن ومباني المسجد الأقصى، مؤشر على أن ما يحاك للمسجد الأقصى سيكون أبعد من عمليات التقسيم المكاني، وهم يريدون بذلك أن يحولوا الصراع من صراع مع الاحتلال من صراع وطني سياسي وجودي إلى صراع ديني. وأعتقد أن عملية تحويل الصراع إلى صراع ديني هو سيجلب الدمار والخراب للقائلين بتحويل هذا الصراع. هم يعتمدون على أن مجرد وعد فارغ أو حلم واهي أو دعني أقول خرافة بالية ستنشئ لهم من خلال تغلفها بالدين حقوق في المسجد الأقصى. نحن نقول بشكل واضح أن المسجد الأقصى لن يكون إلا مسجدا إسلاميا، ليس فقط من خلال القرارات الشرعية الدولية واليونسكو ولجنة التراث العالمي، بل هنا قرارات شرعية الدولية تؤكد على ذلك. ولذلك الاحتلال إذا كان واهما، إذا كان يعتقد بأن منطق أن مواقف الجماهير العربية والإسلامية تبنى على منطق القوة والهيمنة والترهيب، هذه الجماهير العربية والإسلامية إذا ما مست معتقداتها ومشاعرها ورمز كرامتها وعزتها وبالتحديد المسجد الأقصى أعتقد وهذا ما برهنه أهل القدس مرة تلو المرة، البوابات وكنيسة القيامة وغيرها. نشكرك جزيلا راسم عبيدات عضو هيئة العمل الوطني والأهل، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة. وفي هذا السياق أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل رفض بلاده المطلق لما ورد من تصريحات أو ما يسمى وزير الأمن الداخلي وبعض مسؤولي السلطات الاحتلال المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك، مضيفا أنها تصريحات غير مسؤولة ومستفزة لمشاعر المسلمين في العالم. وحذر وزير الأوقاف الأردني من جر المنطقة إلى صراعات دينية لا تنتهي، مشددا أن اعتداءات الاحتلال اليومية في المسجد الأقصى هي اعتداء على الزمان والمكان الخاص بالمسلمين وحدهم في هذه البقعة المباركة. أعلنت سلطات الاحتلال اعتزامها بناء أكثر من 250 وحدة استيطانية جديدة ومصادرة عشرات الدنومات من أراضي محافظة بيت لحم هاني فنون. والمزيد، لا يتوقف مشهد الاستيلاء والاستحواذ الاحتلالي على أراضي المواطنين في بيت لحم، ففي بلدة نحالين وأراضيها الجنوبية صورة لذلك الاستهداف، حيث حول الاحتلال أراضي زراعية للمواطنين إلى أراض تستخدم للبناء الاستيطاني لصالح مستوطنة ألونشفوت التابعة لمجمع غوش هاتسون الاستيطاني. وهذا ما تفاجأنا به اليوم أو بالأمس من وجود قرار عسكري إسرائيلي مجحف بحق أراضي مراح ابن عيسى وعين أبو كليبة بتحويلها إلى أراضي بناء سكني لصالح المستوطنات الإسرائيلية من أراضي زراعية خصبة. وهذا القرار جاء في فترة قصيرة جدا وهي فترة الأعياد الإسرائيلية، حتى لا يتمكن المواطنون أو البلدية أو المزارعون من تقديم طعوناتهم للمحاكم الإسرائيلية من أجل استرجاع الأراضي والتراجع عن هذا القرار المجحف بحق أراضي نحالين.
فمشهد آخر يترافق مع مشهد الاستيلاء هو الإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات مقامة على أراضي المواطنين. صدر قبل عدة أسابيع قرار عسكري احتلالي لتوسيعة المستوطنات، تحديدا في مستوطنتي كفر عتسيون جنوب المدينة وكفر ألداد شرق بيت لحم، بمجموع 251 وحدة استيطانية ستبنى على الأراضي التي تم مصادرة عشرات الدنومات منها. بلشوا الآن المجلس الأعلى للمستوطنات بيوسع في الخوارط الهيكلية من أجل مزيد من الوحدات السكنية. بلشوا يحولوا الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية. مجلس الاستيطان صار فيه معه صلاحيات للمصادرة وللبناء وإعطاء التراخيص وأيضا للهدم. فكل هذا بيصب في تهجير قسري للمواطن الفلسطيني وبناء لكل من هو يهودي من جميع أنحاء العالم على أراضينا. وفي الآونة الأخيرة أصبح الاحتلال يبتكر إجراءات وسياسات أكثر عنصرية تنم عن تخطيط مسبق منذ سنوات لتنفيذ مخططاته التهويدية الاستيطانية على ما تبقى من أراضي المواطنين. مخططات استيطانية تنفذ بالتوازي مع قرارات عسكرية احتلالية، فيما يبقى التحايل القانوني وتوقيت الهجمة هما الوسيلة التي يستعين بها الاحتلال لتنفيذ مخططاته الاستيطانية. هنيفة نوتيفيزيون فلسطين بيت لحم. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير إسماعيل علي 30 عاما من القدس المحتلة يواجه وضعا صحيا صعبا وخطيرا بعد مرور 82 يوما على إضرابه المفتوح عن الطعام. وأفادت مالك الهيئة بأن الأسير علي يعاني من هبوط حاد في دقات القلب، كما أنه يشتكي من هزل وأوجاع مزمنة في كافة أنحاء جسده. وإلى جانب الأسير علي واصل 5 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. أقدمهم الأسير أحمد غنام المضربي منذ 92 يوما. في تونس أغلقت مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أبوابها والتي يتنافس فيها المرشحان قيس السعيد ونبيل القروي. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج غدا. التفاصيل في هذا التقرير من شادر غنام. مرة أخرى توجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، هذه المرة هي الحاسمة بين مرشحي الرئاسة قيس سعيد ونبيل القروي اللذين تأهلا للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. إقبال على الاقتراع متوسط شهدته هذه الجولة التي من المقرر أن تفضي نتائجها إلى اختيار الرئيس الجديد الذي يعقد التونسيون عليه الأمال في السير إلى مستقبل أفضل للبلاد. 39.6% إلى حدود الساعة 3:30 نعتبره أنها نسبة محترمة قد ترتفع وهي مرشحة للارتفاع، وبالتالي نجم نقول أن النسبة هذه تعبر عن إرادة الناخب، ونحن في إطار المعايير الدولية نعتبر أن النسب اللي حققناها في الرئاسية الأولى والتشريعية هي نسب مقبولة. احنا سوتها كواجب وطني باش نساهموا في اختيار الرئيس اللي باش يحكم، معناها يساهم في تنمية البلاد لمدة 5 سنين الجاية إن شاء الله، وساهمنا باش نكون معنا ماشي صوتنا هدر، نختاروا الشخص المناسب للمكان المناسب ان شاء الله. اي والله هنا الانتخابات الرئاسيه هذه فيها يعني تنجم تقول فيها يعني الرهان اكبر، خاطر الرهان اولا بين زوج مرشحين، وكان الرهان اكثر يعني مس تحسيه انه مس الشعور ويمس الكيان التونسي اكثر، خاطر فيه مهام مصيريه، حاجات مصيريه لازم الانسان التونسي لازم يساهم فيها، سينو ما هكا علاش معناها صار اقبال اكثر وصار حافز باش يعطوا رايهم اكثر ويساهموا في العمليه. احنا انتخبنا وعملنا صوتنا وان شاء الله يا ربي يقدوا البلاد، واحنا ماذا بينا اعطيناها ان شاء الله في يد امينه يا رب العالمين، ان شاء الله ربي يتقبل منا جميعا، وان شاء الله يا ربي هذه تونس راهي تونس من الجنوب للشمال معناها كل في قلوب الناس التوانسه الكل، البرة والداخل والناس الكل، في قلوب الناس الكل، وربي هو اللي عالم، وربي يبارك فيكم. وعلى الرغم من هدوء سير عملية التصويت إلا أن المواطنين اشتكوا من قلة عدد الملاحظين داخل قاعات الاقتراع، ما نفته الهيئة في بيان يوضح انتشار أكثر من 6000 ملاحظ وملاحظة تابعين لست منظمات من المجتمع المدني. ما في مراقبين أنا كنت مراقبة في انتخابات 2014، كان كل حزب وكل مرشح عنده مراقب. المرة هذية تدخل للمكتب الاقتراع تلقاه فارغ.
وفيما أودع القروي منذ آب في السجن بتهمة تبييض الأموال، رفضت المحكمة الإدارية طلب هيئة الدفاع عنه بتأجيل الدور الثاني من الانتخابات، فباشر رجل الأعمال حملته الانتخابية فور خروجه من السجن قبل يومين من الاقتراع، وانتهت حملته وحملة منافسه الصعيد بمناظرة تلفزيونية شاهدها أكثر من 6 ملايين متفرج. ساعات قليلة تفصل التونسيون عن معرفة نتائج الصندوق قبل المرور إلى مرحلة الطعون التي تحدد فيما إذا كانت هذه نتيجة نهائية أم ستتبعها مراحل أخرى. من المركز الإعلامي التابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة التونسية لتلفزيون فلسطين، شاد غنامة. وللمزيد تنضم إلينا مباشرة من تونس مراسلتنا شاد غنام. أهلا بك شاد إلى نشرة التاسعة. كيف بالإمكان تلخيص الجولة الثانية من الانتخابات وأنت تقفي وخلفك المؤتمر الصحفي الذي يتحدث عن نسبة المشاركة والتصويت والملاحظات الانتخابية لهذا اليوم؟ تفضل. نعم أهلا بك مي وتحية إلى السادة المشاهدين. تواجد في المؤتمر الصحفي الذي تعلن فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عما وصلها من نسبة الاقتراع على الصناديق لهذا اليوم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يعني نسبة الإقبال يبدو أنها جيدة وفاقت نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إذ وصلت حتى الآن في 70% من مكاتب الاقتراع إلى حوالي 57% حسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الآن في هذا المؤتمر الصحفي. يعني مي هذا اليوم صار بشكل هادئ إجمالا، لم تسجل أي تجاوزات جسيمة تؤثر على مسار العملية الانتخابية أو على مسار عملية الاقتراع، ويذكر أن هذه الانتخابات يعني هي الانتخابات الحاسمة بين المرشحين المتأهلين للدور الثاني من الرئاسية قيس الصعيد ونبيل القروي الذي أفرج عنه يوم الأربعاء الذي تزامن الإفراج عنه مع صدور نتائج التشريعية من السجن، وباشر فور خروجه بحملته الانتخابية. يعني ما هي حقيقة من المقرر أن تصدر نتائج هذه الانتخابات حسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات يوم غد، وبالتالي ساعات قليلة تفصل التونسيون عن معرفة النتيجة وتفصلنا عن معرفة النتيجة ومن سيكون رئيس تونس القادم في حال لم يتم الطعن في نتائج هذه الانتخابات، إذ وفي حال تم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية وتم قبول الطعون تعاد هذه الانتخابات. إذن بانتظار ما ستعلن عنه الهيئة. وللحديث أكثر عن مسار هذا اليوم وعن الاقتراع أستضيف معي هنا الدكتور سامي بلهوشات من معهد فرحات حشاد للبحوث والديمقراطية. أهلا بك معنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. يعني لو تخبرنا عن مسار هذا اليوم وعن مسار عملية الاقتراع وهل تم تسجيل أي تجاوزات جسيمة؟ كما فرحات حشد للبحوث والديمقراطية، وأريد أن أعرف بالمعهد، هي مؤسسة التحقت بالمجتمع المدني من 2016 من 2016، تعمل محليا وعلى مستوى دولي وعلى مستوى أكاديمي في مجالات الثقافة والسياسة والإعلام، وكمحور أساسي اختارت الشباب لتحل مشاكل خاصة شباب تونس. المراقبة أو المتابعة للانتقال الديمقراطي ابتدأت بمسح سنوي يقوم به المعهد لمواكبة هذا التحول الديمقراطي بالقيام بورشات تكوينية وورشات عمل لتثقيف وتحسين وتطوير المؤسسات الديمقراطية. هذه المتابعة التي وقعت في الخارج في بلدين، خاصة بالنسبة لمعهدنا بإنجلترا وإيطاليا وكذلك بتونس بعديد من المراكز بتونس، لم يلحظ فيها ملاحظو المعهد لم يرصدوا فيها مخالفات جسيمة تمس بنتائج الانتخابات، وهذا ينمو عن ثقافة ووعي للمواطن وللهيئات المنظمة لأهمية هذا الانتقال الديمقراطي. أظن أن أهم شيء يجب أن يقوم به المجتمع والمؤسسات هو إثبات الإخلالات التي وردت وتقديم يعني براهين ودلالات واضحة لكي تقوم الهيئة، وهي الوحيدة التي تقرر ما إذا كانت هذه الإخلالات تلتزم متابعة قانونية جزائية أو لا. وننتظر بالطبع حق الرد والمتابعة لهذه الوضع. نعم
نعم دكتور سامي بالهوشات من معهد فرحات حشاد للبحوث والديمقراطية، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة. شكرا جزيلا. شكرا. إذا ما هذه صورة هذا اليوم الانتخابي في تونس؟ ننتظر يعني النتائج غدا، وحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإنه من الممكن مع منتصف ليل هذا اليوم أن تصدر نتائج أولية تشير إلى الفرز الأولي للصناديق، إلى ما يشير إليه الفرز الأولي للصناديق، وبالتالي فنحن بانتظار النتائج. شكرا جزيلا لك إذا شادن غنام، كنت معنا من تونس، شكرا على كل هذه التغطية. في مشاركة فلسطينية انطلقت فعاليات مهرجان الإعلام السوري الثالث الذي انطلق في العاصمة دمشق بحضور شخصيات إعلامية عربية وأجنبية. المزيد في التقرير التالي. دورة الجولان هو الاسم الذي اختاره اتحاد الصحفيين السوريين عنوانا لمهرجان الأعلام السوري الثالث الذي انطلقت فعالياته في العاصمة السورية دمشق بمشاركة أعلامية واسعة عربية وأجنبية. فلسطين التي حضرت في المهرجان دعما لصمود سوريا وصحفيها كرمت عبر ممثلها نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر. نحن في علاقات مشتركة ومتينة بين الشعبين، نحن شعب واحد، شعب عربي واحد، وتربطنا بالشعب السوري علاقات متينة جدا، ويعيش هنا أكثر من نصف مليون فلسطيني، وأيضا سوريا في قلب كل فلسطيني، وبالتالي نحن حريصين على المشاركة في أي فعل يعيد الحياة إلى سوريا ويعيد سوريا إلى دورها الطبيعي في إطار أمتنا العربية. من الطبيعي أن يتداعى الزملاء العرب من الصحفيين العرب وخاصة من الداخل الفلسطيني للمساهمة في هكذا فاعلية ليعلنوا وقوفهم الراسخ، ليس تضامنا إنما انتماء إلى سوريا عموما، وهذا ما اعتدنا عليه خاصة من الداخل الفلسطيني. وجودنا اليوم على الأرض السورية هو جزء من الامتنان لهذه الأرض ولهذا الشعب اللي احتضن الشعب الفلسطيني، وأيضا للوقوف مع سوريا ضد أي عدوان. المهرجان شهد أيضا تكريم عدد من الإعلاميين والمثقفين السوريين والعرب، إضافة إلى الأعمال الفائزة بمسابقة اتحاد الصحفيين بهدف تعزيز روح المنافسة بين مختلف وسائل الأعلام. الصحفي السوري مش ممكن أنه يغيب من ذهنيته قضية الجولان، وأنه الجولان مازال في الذهن ومازال في القلب، وبالتالي ينسى من يفكر أنه في يوم من الأيام يمكن تغييب القضايا الأم، قضية فلسطين والقضايا المتفرع عنها ومنها قضية الجولان المحتل. فلسطين هي يعني الشعب السوري بيعشق فلسطين عشق، لأنه المصير واحد والهم واحد، وجارك القريب ولخيك البعيد، نحن جيران وخاصة الجولان. كما تضمن المهرجان حفلا موسيقيا لأوركسترا أورفيوس وعرضا لفيلم قصير عن الجولان بعنوان الهوية. لعل اختيار مسمى الجولان عنوان لمؤتمر الأعلام السوري هو حديث عن القدس بشكل آخر، ودعوة لأن يكون صوت الإعلام العربي صوتا للحق في وجه الأصوات الأعلامية المضللة والمروجة لمشاريع الاحتلال. لتلفزيون فلسطين من العاصمة السورية دمشق، يولا حسين. الآن مشاهدينا نتوقف مع حالة الطقس وزميلة ناتالي رنتيسي. مساء الخير يا ناتالي. مساء الخير. مساء الخير ماي. مساء الخير مالك. أهلا بكم. الأجواء هذه الليلة معتدلة في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالنسبة ليوم غد فتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وبذلك يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار، وبالتالي تكون الفرصة مهيئة لهطول أمطار محلية متفرقة
قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. هذا ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف يومي الثلاثاء والأربعاء، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 7 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. أما الآن فننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في بعض المدن الفلسطينية، حيث سنبدأ من العاصمة القدس المحتلة، فمن المتوقع أن تسجل 34 درجة مئوية. ننتقل إلى رام الله 33، نابلس 36، طوباس 38، جنين أيضا 38، طول كرم 36 درجة مئوية، قلقيلية أيضا 36، أما سلفيت ف 34، أريحة 42، بيت لحم 34، الخليل 33. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى المحافظات الجنوبية، نبدأها من غزة 34، دير البلح 35، خان يونس 34، وأخيرا رفح 35. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العالمية والعربية. بدورها حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وحذرت أيضا من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية النشرة الجوية، شكرا على المتابعة، والآن عودة إلى مي ومالك. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. قمة فلسطينية سعودية في الرياض الثلاثاء المقبل. السيد الرئيس يستقبل لاعبي المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم، ويشيد المواقف السعودية داعمة للقضية الفلسطينية. الاحتلال يخطط لبناء 250 وحدة استيطانية ويستولي على عشرات الدنومات في بيت لحم. وتابعنا في التاسعة مشاهدينا انتهاء الجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التونسية ونتائج غدا. ختام نشرة التاسعة قدمناها لحضراتكم من تلفزيون فلسطين. إلى اللقاء.